لجماهير القوة الجوية إذا نأخذها يا شباب ونعلق عليها على المدرج نقف مع قطر، موقف مميز للجماهير كات الحقيقة، يعني هذا شيء يحسب لجمهورنا، ويعني معروف الجانب القطري حقيقة وقف يعني كثير معنا خصوصا في مدينة في الخليجي 25، ومو فقط في هذا الموضوع أيضا، حتى أيضا يمكن كابتن سامي يأيدني في هذا الكلام بحكم أنه هو أيضا كان في قطر وعايش أيضا الأجواء في قطر، أنه دائما قطر هي فاتحة أبوابها للعراق من خلال من كثير من الأشياء، المعسكرات التدريبية، المستشفيات، الحكام، كثير من الجوانب كانت قطر هي فاتحة أبوابها للعراق. وأيضا بالنسبة لهذا الجانب أعتقد هذا يعني لفتة ممتازة 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 جدا. يعني شوف هاي اللقطة اليوم كل المواقع القطرية نشرتها، ويجب أن نقف مع قطر لأن أكو هجمة، بصراحة هجمة عنصرية ما تريد يعني أي دولة عربية تنظم بطولة بحجم بطولة كأس العالم بصراحة. فتنظيم قطر لهكذا بطولة مو فقط القطر، حتى الدول العربية طبعاً. تشرف الدول العربية. فهذا اليوم مبادرة، جمهور الجوية حيي على هذه المبادرة.